أيها الإخوة الأصدقاء، هذا لقاء جديد من لقاءات هذا المؤتمر يحوي مجموعة مهمة من الأبحاث والباحثين، وهو أيضاً يأتي في ظروف تكاد تكون يعني ميسرة للعمل البحثي وميسرة أيضاً للوصول إلى القاهرة في ذلك الزمن. مجموعة من الزملاء المهتمين بالرواية ودراسة الرواية أو دراسة السرد بشكل عام. طبعاً الترتيب لا يعني الأهمية، لكن الترتيب يعني تسهيل الأمور في التقديم الأول والتقديم الثاني. سنبدأ بالأستاذ إكرام فتحي في مداخلة بعنوان تنويعات السائد في الرواية العربية الحديثة رصد لبعض ملامح التكرار، وله أيضا ظهور أخرى يعمل محاضرة في مجال الإعلام الأكاديمية العربية، عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة للحلقة المصرية للشعريات المقارنة ودراسات الحقيقة. سنبدأ به، وأعتقد أنه يعني سيحافظ على ربع ساعة المتاحة للسؤال. أن ما أطلق عليه جوليه مسمى الرواية الجديدة
لا تتماثل تماما مع نظيرتها العربية في فترة الستينيات ولا مع الرواية الجديدة في العقد الأول من الألفية الثالثة حتى إن تساوت جميعا في المسمى. رغم تباين ملامح الرواية الجديدة مكانيا وزمانيا، فسمى الحقائق بحق المقال تلك السمات الخاصة بتلك الرواية، لعل في مقدمتها حقيقة ذلك التلازم القوي بينها وبين التجريب الإبداعي، حيث إنه لما كان التجريب بذرة الإبداع التجريبي، والرواية الجنس الأدبي المرن يستمد أصالته من انفتاحه على الجديد بأشكاله المختلفة، فإن الرواية والتجريب يبدوان وجهين لعملة واحدة لا انفصال بينهما. هذا أمر واضح بالنسبة للرواية على المستوى العام، وهو أكثر وضوحاً على مستوى الرواية الجديدة. لا تحكى القصص نفسها أو لا تحكي القصص نفسها بنفسها، فأيا كان من يحكيها فلا بد أنه في مكان ما وعلى علاقة بما يحكي حتى يقوم بحكيه. لقد أصبحنا على الأقل على درجة ما من التمييز بين القصة الحقيقية والقصة المتخيلة والأكذوبة. من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة التي تعنى بإحدى المكونات الروائية التي تم بها علم السرديات الحديثة، وهو الراوي أو الثابت. الراوي هو الشخص الذي يروي الحكاية أو يخبر عنها سواء كانت حقيقية أم متخيلة، ولا يشترط فيه أن يكون اسما معينا، فقد يتقنع بضمير أو يومز له بحق. الراوي من شخوص الرواية، فإذا كان الروائي هو كاتب الرواية فإن الراوي هو صنيعه الذي يحكي عن غيره. لذا يمكن القول إن السارد شخصية متخيلة تقمصها المؤلف، فهذا السارد هو الخالق الأسطوري للعالم الروائي. ويفرق أويمبوس بين الكاتب الضمني والسارد المشخص أو غير المشخص، الكل المعرفة أو الذي ليس كذلك. وهذا الكاتب يمكن إلى حد ما أن يختار التنقل، ولكنه لا يمكن أن يختار الاختفاء أبدا. وسمت مجموعة من السمات تتميز بها السارد ممكن يعني تنحيها. في كل الأحوال يحتل مبحث السارد في الدراسات السردية الحديثة جانبا مهما نظرا للدور الأساسي الذي يشغله داخل المحكمة، والدور الريادي الذي يطلع به في الرواية الجديدة. وهذا ما يتضح من زوايا عدة، منها القول بأن النص السردي الذي يتسم بالفاعلية والدينامية يمكن بلورته في أربعة ثنائيات. من هذه الثنائيات ثنائية السارد والمسرود له. كما تتأكد أهمية السارد من اهتمام المدارس النقدية به، ومن الاتجاه البنيوي والسيمنوطيقي، فقد حظى موضوع السارد بدراسات كثيرة منذ هنري جيمس، نورمان فريدمان إلى واين بوس وتودروف. وفي الناحية الأخرى هناك عدد من الدراسات العربية دارت حول السارد، منها على سبيل المثال الحصر دراسات قيوم المرعي في معرفة النص الراوي الموقع والشكل وتقنيات السرد الروائي، وأيضا محمد الشحات بلاغة الراوي طرائق السرد في روايات محمد البساطي. تأتي البداية الفعلية في عناية السرد بوصفه مكونا سرديا من خلال عزل الروائي عن دراسة الرواية، حيث تم تجاوز الموقف الذي كان يرى أن القصة التي يكتبها الكاتب هي تعبير عنه، وبذلك كانت تتحول دراسة القصة إلى دراسة كاتبها. لكن مع تطور الكتابة الروائية والنظرية النقدية ظهر ميل إلى وضع الكاتب الروائي خارج نصه، وبالتالي عدم المماثلة بين الكاتب الروائي وشخصياته الروائية. أما الملمح الذي يخلص له هذا البحث وهو تعدد الرواة أو تمنيعات السرد، فإنه كمعظم تقنيات السرد له جذور قديمة، فلم يكن ظاهرة طارئة بالكلية، وليس بعيدا عنا الكتاب السردي الأكثر شهرة الفريلاونية، الذي يتضمن ساردا عليما يقدم أصل الكتاب، ذلك السارد الذي يروي إشكالية شهريار وعلاقته بشهرزاد، تلك التي أصبحت راويا ثانيا تقدم قصصا عن رواة آخرين وهكذا. أما في السرد الحديث فقد تفنن الكتاب في استخدام مفهوم الراوي، وارتبط هذا التفنن بعلاقتهم بما يرمون، فجاءت كيفية ما يرمون دلالة على رؤيتهم له، ومن ثم لجأوا إلى تمنيع الراوي في العمل الروائي الواحد، وفق ما يقتضيه سياق السرد، كأن يترك الراوي الذي يروي بضمير الأنا مكانه
في مفصل من مفاصل الرواية للراوي الشاهد الذي ينقل ما يقع عليه نظره فقط. وكان لذلك التعدد في الروايات تفسيرات كثيرة، أو كان ذلك التعدد في الرواة تفسيرات كثيرة، منها أنه يطغى أو أنه عندما يطغى منظور أيديولوجي واحد في العمل الأدبي تصبح كل القيم خاضعة لوجهة نظر واحدة. ويسمى الناقد الروسي المعروف بختين هذا بالصوت المنفرد، فإذا كانت الرواية أكثر من منظور واحد يحكم العمل الأدبي فإن بختين يسميه أو يسمي هذا الموقف الرواية متعددة الأصوات أو الكولوفينية، حيث توجد عدة مظاهر مستقلة داخل العمل. وقد اتجهت الرواية الحديثة نحو هذا التعدد الصوتي وابتعدت عن موقف الصوت المنفرد. نخلص مما سبق أن الرواية الجديدة رواية تجريبية تعمد إلى كسر المنطق أو منطق السرد أو منطق التماسك الداخلي لمكونات السرد وإعادة تشكيلها بما يتواءم مع متطلبات الرواية الجديدة التي يهدف إليها السرد. ومع تعدد مستويات التدريب كان اختيار هذا العنوان تمنيعات السرد بوصفه ملمحا كبيرا بالتنامي، لا سيما مع قلة الدراسات التي انطلقت من السرد أو اتخذت من التفكير مرتكزا لرصد البنية الروائية قياسا بالدراسات التي عنيت بغيره من المكونات الفنية للرواية. ومع ضخامة المنتج الروائي الآن كان الاقتصار على نموذجين دالين في هذا السياق، هما رواية حلم نمدزي للكاتب مصطفى سليمان ورواية شاهي نور للكاتبة هدى حسين لرصد ظاهرة تمويعات السرد. نتيجة اشتراك الروايتين في هذا المنحى وتنويعهما في مناحي إبداعية أخرى، فكان الاشتراك والتباين دافعين قويين لاختيارها. تبدأ رواية حلم نمدزي بهذه الجملة: من أسفل جفني المصقل بالإعياء يزحف البصر بطول ذراعي الممدد على الأرض، أنا مني تتحسس قلادة تنتهي بكيس من الجلد قاعد على صدري، أبتسم ابتسامة غامضة، رائحة الحشائش ممزوجة برائحة التراب. ثم تنتهي الرواية بهذه الجملة: تحيط بنا الخراف والكلاب، نعبر على ثلاث مرات من البر الغربي إلى البر الشرقي، تعود قافلتي إلى بيتي، تحزن نبوية رؤية الزينة إلى آخره. في المفتتح والختام كان السرد بضمير المتكلم العائد على إحدى الشخصيتين الرئيسيتين في الرواية وهو إبراهيم، الذي تقدم الرواية أو تقدم الرواية جانبا من حياته أو رحلاته المتتالية. وعند قراءة فصول الرواية نلاحظ في البدء انفصالية المشاهد والأجزاء، لكن مع القراءة الفاحصة يمكن إعادة ترتيبها ورؤيتها منظمة لتعطي معنى كاملا مع توظيف الثغرات الحدثية. نجد أن الرواية قد صارت في فصولها 25 عبر 4 مسارات: الخيط الأول الاعتداء على إبراهيم ومحاولة قتله من قبل أخيه سليم وتركه وحيدا في الصحراء. الخيط الثاني عصور نمدزي على إبراهيم وإنقاذها له، ثم انطلاقهما معا وسوء معاملة إبراهيم له. الخيط الثالث لعنة نمدزي الذي حلت إبراهيم وإصابته له بداء لم يشفى منه إلا بدفن رفاة صغيريها في أرضها البعيدة. الخيط الأخير استكمال السرد. الأحداث فيما بين سقوط إبراهيم عقب محاولة أخيه قتله والعصور وحضور نمدزي عليه ثم انطلاقها حتى وفاتها، نجد أنه يمكن بوابة فصول الرواية، فنجد أنه قد شمل الفصول المرقمة للأعداد الزوجية حاملة الأسماء الأماكن التي دارت بها الأحداث على هذا النحو. وفي هذه الفصول يلاحظ انفراد إبراهيم بالحكي بوصفه ساردا متكلما. فالسرد المتكلم أو فالسارد المتكلم المشارك ضمن الأحداث يعد ساردا محدود العين، يمكن حكي ما شارك فيه أو ما أمكنه معرفته. وقد تغلب البناء الروائي على هذه السمة بتقديم سارد متكلم آخر وهو نمدزي نفسه، وقد نهد بهذا النهج السردي بذلك البيان قائلة: أنا قطرات العشق المتساقط بردا وسلاما على جسدك، لن أخبر أحدا عن قسوتك في هذه الصحراء، لن أخبرهم بأنك تبكي الآن على صدرك، إلى آخر كلامه. حيث قامت نمدزي بسرد نقطتين
حيث قامت منازل بسرد نقطتين غابتا عن مخيلة إبراهيم الحكائية. وهنا يلاحظ أن السرد في هذه الرواية قد اتسم بقدر من البندورية. السرد المتكلم يتناول عليه شخصان إبراهيم ونمازي، والأخيرة أحسن استخدامها عبر القيامات بالسرد عن ذاته. سريعا، رواية شاهينوب لهدى سعيد أيضا تنوعت فيها الأصوات السردية من خلال أن هناك السرد العليم الذي يستخدم ضمير الغائب ويحكي عن شاهينوب تلك الفتاة التي تعاني من انشطار الذات وأزمتها، وشاهينوب نفسها تحكي عن نفسها، تحكي عن نفسها من خلال رسائل ترسلها إلى شخصية مقربة إليها وهي إحدى صديقاتها، وهنا تستخدم ضمير المتكلم. أيضا ضمير المتكلم تستخدم في الرواية بشكل آخر عن طريق أن المؤلف الضمني كان ظاهرا في أحاديثه، وكان يتحدث بضمير المتكلم عن عملية الرواية بوصفه شكلا من أشكال الدلالة. في كل الأحوال طبعا يعني سعدت بوجودي معكم، وأتمنى أن تكون الأوقات البحثية قد قدمت شيئا عن هذا الملمح المهم وهو ملمح السارد أو الراوي، وأيضا جانب التنويع فيه، وشكرا جزيلا. شكرا للباحث رامي فتحي على هذا التناول الذي يفتح بابا جديدا لدراسة النص الروائي من خلال الراوي متعدد الهوية أو الراوي متعدد الصوت أو متعدد المرأة. الآن ننتقل إلى باحثة أخرى ليست جديدة علينا، لكن هي متقلبة بين البحوث في الشعر والبحوث في الرواية. هي قد بدأت شعرا ولها عدة دواوين، لكنها لأنها صحفية اهتمت بالناس وما حول الناس، فكتبت السردية الأولى لها، وهي الآن تقدم بحثها المميز بعنوان السرد الروائي بين التخيل والواقع، قراءة في رواية منسي إنسان نادر على طريقته للطيب صالح. صباح الخير، سعيدة جدا بالتواجد معكم وبرحب بكل ضيوفي اللي شرفونا في مؤتمر الرواية. الورقة البحثية بتاعتي عن السرد الروائي بين التخيل والواقع، قراءة في رواية منسي إنسان نادر على طريقته للطيب صالح. الحقيقة إن هذا الشكل أو الجنس اللي كتب فيه طيب صالح روايته منسي إنسان نادر على طريقته لم يحظى بالاهتمام الكافي من الباحثين، وفي تصنيفه أيضا كرواية. هو صدر ضمن كتاب بعنوان مختارات طيب صالح في عدة أجزاء، في 10 أجزاء، ويقدم له محمود صالح عثمان، وما قالش إن ده رواية، وضمه ضمن المختارات. في حوار لي مع طيب صالح من جالس صباح الخير في أعقاب مؤتمر من مؤتمرات الرواية اللي حصل فيه طيب صالح على جائزة الرواية العربية، عملت معاه حوار من جالس صباح الخير، وقال لي هذه رواية حقيقية، وإذا كان في تشابه ما بين الشخصيات اللي في الرواية والواقع فهذا مجرد محض صدفة، محض صدفة. قال لي المرة دي أنا أخلي الواقع هو اللي يديني التخيل، مش الخيال هو اللي هيديني الواقع. وقال لي إن هو بيكتب بطريقة الحلم، يعني الشخصيات تظل تخيل وينتظر على هذه الشخصيات فترة طويلة فيما يشبه الحلم، ثم يبدأ في الكتابة. وقال إن شخصيات رواياته جزء منه، جزء من يعني حياته وجزء من الآخرين، وإن شخصية منسي، شخصية إنسان مصري، هو منسي يوسف قسطاوس، هو التقى معاه في لندن وعمل معا في الإذاعة البريطانية، وقال إنه كان صديق له، وإنه كون ما يشبه الممثلين الكوميديين لوريل وهاردي، وكان دايما الطيب صالح في الذي هو يعني يقع في المآزق والآخر عنده سعة الحيلة. استطاع الطيب صالح في هذه السردية أو الرواية أن يقدم لنا يعني شخصيات نابضة بالحياة. يعني في يقول لك على المتابع على الدراسات اللي كتبت عن الكتاب ده، يقول هذه رواية سيرة ذاتية ولكنها فيها شذرات
من سيرة الطالب صالح، وهناك من يقول أنها سيرة غيرية على اعتبار أنها قدمت سيرة حياة منسي اليوسف باستروس، لكن هي سيرة ذاتية وغيرية استطاع طالب صالح أن يصنع منها رواية مبتكرة على مستوى السرد، يعني بانتهاز فرصة أن هو عرف الشخصية دي على الحقيقة، ثم بدأ في تخليلها ومعاملتها كحلم، وقال لي أن أنا تعاملت مع قصة منسي بطريقة روائية لكنها شخصيات حقيقية، المعنى أن هناك مزج بين التخيل والواقع في هذه الرواية البديعة. الرواية فيها الأسس يعني يعتمد عليها أدب الطيب صالح، وكان يبحث عن المحبة والأصدقاء، كل أعماله الأدبية تبحث حول هذا الموضوع. كان بيقول لي يعني رواية مريم تحكي عن المحبة الخالصة، ليست مثل موسم الهجرة للشمال. لو ربنا لموسم الهجرة للشمال نلاقي بيسميها المواجهة، ما بيقولش الصراع بين الشرق والغرب، بيقول إنها المواجهة بين الشرق والغرب. الإنسان العربي فيها أو الإفريقي لم يتحقق إنسانياً أو عاطفياً، ونظرت إليه الفتيات الغربيات على أنه الإفريقي ذو الرحم والرغبة المتوحشة والجسد الضاري، فغابت روحه ولم يحب هذا المكان ولم يتفاعل معه، فحدث أن هو يعني سجن وقتل زوجته الغربية وغيره كما نعرف موسم الهجرة للشمال. بالنسبة لمنسي يوسف باستروس أو منسي إنسان نادر على طريقته، هنا تحقق الإنسان في أوروبا، تحققت صورة العربي الحقيقية، لأنه تحقق إنسانيا. كان تحقق الذات هو تحقق على المستوى العام أيضا، لأن لما نرى في الرواية نلاقي لما يقابل الغربية هذه المرة أو المرأة الغربية التي أحبها، هي تعجب به عندما يدافع عن قضية بلده، فتعجب به وتبدأ في تعرفها بأهله بأهلها وتتزوجه. فهنا التحقق الذاتي للبطل العربي هنا عكس موسم الهجرة إلى الشمال، تحققت المحبة، تحقق التواصل، وتحقق الإنسان. لو بصينا مثلا على الفنيات أو التعامل الروائي اللي أعمله طالب صالح في هذه الرواية، نلاقي مثلا بيوصف في بناء الشخصية، لم يكن السارد طرفا ثالثا في هذا اللقاء، وعمل ايه؟ خد شخصيات، مثلا ياخد صامويل بيكيت، يقول ان منسي قابل صامويل بيكيت، وان بيكيت اعجب جدا بروايه صغيره كتبها منسي، ويصنع من عالم منسي اللي هو خد الحياه بقى يعني بالصدفه او حدق، او مثلا يقول لك الحياه شغل حلبسه، ويصطدم بعالم بيكيت اللي هو عالم الغربة وعزلة الفرد، ويصنع طيب صالح من هذا التناقض بين الشخصيتين، شخصية منسي الذي يقابل بيكيت، يعني يعمل هذا التناقض البين بين الشخصيتين، ويصور المواقف اللي بتحصل بين بيكيت وبين المنسي. برضو الجزء اللي هو مهم وبيسميه دور عمره، انه هو منسي بيمثل رمز المنسيين، رمز الذين يحيطون بالقصور ولا يأتي لا يستطيعون دخولها. هو يمسك يعني بين الحديد، الناس بتتفرج بره على قصر باكنجهام، لكن هو استطاع أن يصل لقصر باكنجهام بحيلة، إن هو رئيس الوفد المصري غاب، وكان المؤتمر ده يعقد للاحتفال ببرلمانات العالم. شوف اختيار الموضوع، اختار إنها دورة تحتفل ببرلمانات العالم وهناك المنسيون، ومنهم منسي الذي استطاع أن يحل بالحيلة ضيفاً على هذا المؤتمر، ويدخل إلى القصر ويتحدث إلى الملكة ويحدثها كيف تربي الأمير تشارلز في القصر وغيره. يعني هو مثل خد هذا الدور لأنه يريد التعبير عن الذين لم يعبروا عن أنفسهم، لأن الآخرين قد أخذوا من المساحات أكبر من حقهم. إن هذا المشهد من الرواية يشير إلى أن منسي يرمز لمعنى ما، وقد اختار الطيب صالح هذه المناسبة التي يظهر فيها منسي رمزاً لآخرين لا مساحة لهم، اختياراً معبراً. واتكلم مع الملكة وقال ليه ما يكونش هو رئيس الوفد المصري في
لهذا المكان، ألم ينتزع نابليون وهو حتى طلياني من كورسيكا التاج ويضع بيده على رأسه ويفرض نفسه إمبراطورا على فرنسا؟ ألا تغلق الحياة على أناس لا يبدو أنهم يمتازون على بقية خلق الله؟ ألا يشغل بعض الناس مساحات من الأفق أكبر مما يستحقون؟ استطاع المنسب الحيلة أن يتحدث إلى ملك بريطانيا وأن يكون برلمانا وحده كإنسان يعبر كرمز عن المنسبين. أيضا أريد أن أقول بعد هذا اللقاء بين صامويل بيكيت ومنسي وبين لقاء ملكة ومنسي والعلاقة بين الطيب صالح كسارد مسألة مهمة جدا، هو يتحدث عنها بشكل يعني جميل فبيقول احكي، يعني بيحصل ان هم بيعملوا زي الصليط والحاكي، فبيحصل هنا مسرح للحياة ومسرح للفن معا. فبيقول الطيب صالح من نص روايته: يستحسن ان يوجد شخص مثلي يكون شارك في تلك الاحداث لكي يذكره ويذكي جذوة حماسه. احكي لي لهم يا طيب، لما سافرنا لبيروت حصل ايه في المطار؟ هذا معناه انه يريد ان يحكي هو القصة، فاعطيه طرف الخيط واضيف شيئا من حين لاخر واوجهه الوجهة التي يريدها بالفعل. لذلك بالاضافة الى انني كنت ابا روحيا له، فقد كنت اقوم بدور الممثل المساند في العرض الكوميديا كما عند لورين وهاردي. تجد شخصية من هذا النوع في الكوميديا بينهم تباين واضح اسميا وعقليا، فالنحيل جزاء السمين والطويل جزاء القصير، واحد ذكي واسع الحيلة يخرج من المشاكل مثل الشعر من العجين، والثاني يتعثر فيقع ولا يدري أين الباب فيخبط رأسه في الحائط وهو الذي تقع على رأسه المشاكل. عموما هذا كان دوري، وأعترف أنه دور قمت به طائعا مختارا وعن إدراك تام. فإلى جانب مودتي العميقة لنانسي، قد كان ظاهرة الفريدة ظللت أسايره وأراقبه بحيرة ودهشة وضيق في بعض الأحيان ومتعة بصحبته في أحيان كثيرة. لقد كان مثلي في هذا كل أصدقائي الحميمين، ولكن لعلني كنت الوحيد بينهم الذي قبله على علاتي. إذن هنا الطيب صالح كان بيقوم بدور السارد أو بدور الكوميدي الآخر بجانب منسي، وفي نفس الوقت هو استطاع أن يقدم لنا في هذه الرواية المزج الحقيقي بين التخيل والواقع، واستطاع أن يتحدث عن صورة العربي كما هي تشغل أدبه، واستطاع أن يتحدث عن القضايا العربية وأهمها قضية فلسطين من خلال منسي أيضا، وكان يمثل هذه الوجهة في أوروبا وفي الاتصال مع الآخر، فاستطاع أن يضع جميع القضايا العربية وصورة العربي في رواية مهمة حديثة مبتكرة مزجت بين التخيل والواقع، لها يعني ملامح السيرة الغيرية والسيرة الذاتية، ولكن هي نوع من السر المبتكر. وشكرا. شكرا لحسن الدكتور عزيز. ومن الواضح أن الرواية تستوعب كل هذه التفاصيل، وتستوعب أيضا تفاصيل من يتحدثون بعد عزبات. رواية جسد مرن جدا وقادر على استيعاب كل التفاصيل وتغييرها وإعادة تشكيلها، وهذا ما نلتفت إليه إلا حينما نجلس مع الرواية لنحلل جزء منها أو نحللها جميعا. وبعد دكتور عزبات معنا باحث هو روائي مقاص وشاعر وناقد وأشياء كثيرة جدا، لكنه هذا اليوم يدخل معنا في التجريب وهو ياك الشكل الذي الأستاذ فارق بجاي. فليتفضل. صباح الخير. شكرا السيد رئيس الجلسه. عنوان البحث: روايه حمام الدار سرديه في التاريخ.
هي على قواعد إغراءات التدريب وهوايات الشكلانية. ظهر مصطلح التدريب في الأدب أول ما يعرف بالرواية التدريبية التي أسس لها إيميل زولا، حيث كان دافعه الرئيس لهذا التأسيس تطبيق المنهج التدريبي الذي أطلقه على ما سماه بالرواية التدريبية، حيث أن تطور المدرسة الطبيعية فرض على تمزورات الذكاء أن تسير على هدى العلوم مرتكزا على رؤية قلوب برنار في معالجة الظواهر من خلال الملاحظة والتجربة. وبما أن الروائي يكتب دائما من أجل التوصل إلى حقيقة كما يصفه زولا، فإنه يقوم بدور الملاحظ والمجرب معا، وذلك أن الملاحظ يسجل الأحداث كما لاحظها فيحدد تبعا لذلك منطلقاته ويمهد أرضية صلبة لتسيير الأحداث، ثم يأتي دور المجرب فيضع أسس التجربة ويحرك الشخصيات في حكاية استثنائية ليبين بأن تكابر الأحداث يكون وفق ما تفرضه الظواهر محل الدراسة. ولعل أول ثمرة منها يعني من ذلك رواية زولا بأن روايته التجريبية كانت نتيجة لتطور علمي له وروايته الفلسفية العميقة التي تكرسها الطبيعية، وهي رواية تستند إلى منهج واضح يعني وافقناه أو خالفناه، وهو منهج يعبر عن انتقال حقيقي في مفهوم الرواية. فهل يمكن أن يكون التجريب هو المقصود في الساحة العربية أجما؟ سيكون الجواب لا، فالطبيعية نفسها متجاوزة على المسار العام للفلسفة، وليس يعقل أن نطالب رأسا مستديرة بتقبل أفكار مستطيلة وفق تعبير جبران خليل جبران. ولا ندعي بأن الرواية العربية لا تلامس الجانب الإنساني العميق، ولا ندعي كذلك أن النقد لم يقرأ هذه الروايات كما ينبغي، ولكن يبقى أن المنتج الفلسفي ليس عربيا، وأن الساحة العربية نفسها لم تتهيأ لهذا المنتج الفلسفي حتى بما توصلت إليه من ثنائيات عصر النكبة، فهي تبقى حديثة المطابقة كما وصفها الدكتور عبد الله إبراهيم، وإن كان وسيل الأعرج يشير إلى إشكالية المصطلح في النقد. فأنا نرى في موقفي غير إشارة إلى هذا الإشكال، ولكن ينبغي ألا يفوتنا كذلك بأن الرواية هي الفضاء العربي وبدورها لم تكن نتيجة لحاجة تاريخية وحراك فلسفي، وإنما أنتجتها المحاكاة وحسب. أما فيما يتعلق بالشكلانية فقد ظهرت بمظهر النظرية الجمالية في النظام العلمي للأدب بعد فترة الأزمة التي دخلها الأدب الروسي بسبب هيمنة القراءات الخارجية على التحليل الأدبي. وقد تميزت المسيرة القصيرة التي قطعتها الشكلانية بكثافة الأبحاث النظرية الموجهة لمفهوم الأدب، وقد عرفت الأبحاث قراءتها الفعلية بإعاز من تيار المستقبليين الذي لفت الانتباه إلى ندرة التجديد على المستوى البنى الداخلية للنصوص، وهو ما ألهم الشكلانيين تبني مشروع علم يبحث في الخصائص المميزة للأدب. وقد حاول الشكلانيون النهوض بمفهوم جديد للأدب بناء على دعامتين أساسيتين هما الأدبية والشكل، واستعانوا في ذلك بعدة مفاهيم من بينها الأداء والإدراك والتغريب. ولعل التمييز الذي حظي به المنهج الشكلاني كان منبعثا من الرؤية الفنية التي عرف بها أصحابه، وقد كانت مواقفهم بمثابة ردة فعل عنيفة تجاه المناهج السابقة التي كانت تسود الساحة النقدية معتمدة على مقاربات خارجية للنصوص. وقد ألح الشكلانيون على ضرورة إعادة الاعتبار للنص وصياغة النظرية انطلاقا من بناء الداخلي. وعلى هذا الأساس أقام الشكلانيون منهجهم مركزين على اهتمامهم على دعامتين أساسيتين هما الدعامة الأدبية، 2 الدعامة الجمالية اللي هي الشكل. ودارس الأدب برؤية شكلية ينبغي له أن
يصب اهتمامه على وصف النظم الأدبية وتحليل عناصرها الرئيسية وتعديل قانونها لتصبح على المستوى المعارف السائدة، فهذا عندهم هو الوصف العلمي للنص الأدبي الذي يتيح الفرصة لإقامة علاقات بين عناصره. وحين يتذوق النقاد الشكليون الأشكال الحقيقية يكونون حذرين في الإحصائيات والسرد والتعداد والإشارات ومنهجة العناصر اللغوية والصرفية، وحين يتذوقون الأشكال النسائية يرسمون لنا هندسة العمل والهندسة اللاكمية، إيقاعات البناء والقطر التجريبية وحلول المشكلات المعروفة ووجهة النظر وتدريبات الكاتب وتقنياته، أي عناصره الشكلية. وعلى هذا فإن الشكل من المنظور الشكلاني هو كل ما يحول التعبير العادي إلى تعبير فني، والمحتوى ما هو إلا مظهر من مظاهر الشكل. وبذلك يكون الشكلانيون قد عكسوا التصور القديم القائم على مقولة الشكل وعاء المضمون. ولعل المتابع لمسار الحراك الروائي في منطقة الخليج عامة والكويت خاصة يلاحظ منذ تسعينيات القرن الماضي كيف أخذت الرواية تثبت حضورها وتدل على وجودها من خلال مجموعة من المبدعين الروائيين الشباب الذين أخلصوا لفن الرواية وعملوا على تطورها على المستويين الموضوعي والشكلاني. والملفت في هذه التظاهرات الروائية بروز عدد من الأسماء الشبابية المتحمسة والمهتمة بروايات السرد التي تأخذهم إلى فضاء ذلك الجنس الذي أمسى الرقم واحد في الإقبال عليه. وظهور الحركة الشبابية في ميادين الرواية يؤكد أن الإبداع الموهوب ليس له عمرا محددا، وإنما الموهبة والمثقفة والخبرة هي التي تفرز مبدعا عن آخر بغض النظر عن العمرين. ولعل من أهم هذه الأسماء الشابة التي اهتمت بالجنس الروائي تناولا وإبداعا مسجلا حضورا جماهيريا ونقديا الروائي الكويتي سعود السنعوسي. فبعد روايات الثلاث سجين المرايا وساق البامبو وفئران أمي حصة التي استقبلها النقاد بحماس شديد لا سيما بعد أن فازت روايته ساق البامبو بجائزة البوكر العربية ولتتحول بعد ذلك إلى عمل روائي أخذته الشاشة الفضية وتبنته. ما بين الطفل ووالده عرزان تتداخل الشخصيات وتتعدد الأصوات، وكلها شخصيات وأصوات افتراضية لكل من مبدع بينها جدلا طويلا لا يخلو من فلسفة من أجل الوصول إلى معرفة من يصنع الآخر. وعندما يسرد النص الروائي بأكثر من راوي تتداخل الأحداث وتفقد خيوط تواصلها وتتحول إلى تهويمات، غالبا ما تجنح النص إلى التجريب بسبب إفراط في تداخلات السارد مع مسروده، مما يصيب بنية شكلانية الرواية، لا سيما عندما تتجزأ بنيتها إلى مقاطع صوتية أكثر مما يفرض بأن تكون حديثة يعتمد فيها على أن تتعدد الأصوات لدرجة تواصل مقتضيات السرد مع أنسنة العنزة قطنة. ومثل هذه التداخلات التي نهضت على عجل بسبب بطء حركة السرد وأفقده بعضا من حيويته التي قادت إلى إشاعة الملل لدى قارئها، ربما كان السبب في ذلك يعود إلى اهتمام المبدع بشكلانية النص الذي قسمه إلى قسمين. قسم الأول للعهد القديم صباحات عرزان ابن الأزرق، بينما كان القسم الثاني معنيا للعهد الجديد صباحات منوال ابن أزرق. ثم تأتي اللوحة الفنية المعبرة والتي تسبق كل فصل بريشة الفنانة مشاعر الفيصل. ومن بعد هذا يأتي تقسيم كل من القسمين إلى متواليات سردية معنونة بعناوين صغيرة جاء معظمها مفارقا لإشعاعات المتواليات السردية التي أفسحت المجال لبنية روائية أن تتجاوز شكليات السرد الكلاسيكي من أجل التجريب على بنية شكلانية جديدة تكسب التقاليد
التقليد لتؤسس لمنهج جديد قائم على توزيع المتواليات التي جاءت ضمن 4 فصول، تشظى كل فصل إلى متواليات متعددة حتى تتضح الرؤية التجريبية لهذه الشكلانية التي أنتجها المؤلف، فإنه وزع النص على الفصل الأول وعنوانه العهد القديم صباحات عزيزة ابن أزرق، الذي قدم له بكلمة لباتريك زوسكين لينفتح النص على المتوالية قبل ساعة تأمل التي تشظت إلى متوالية وحيدة بعنوان إلى هنا يكفي هذا الغراب في صفحة 11. الفصل الثاني وعنوانه مشروع رواية نص لقيمة، وتضمن صباح أول وتشظى إلى 4 متواليات سردية معنونة في صفحات 24 28 30 32. صباح 2 صباح ثاني وتشظى أيضا إلى 4 متواليات سردية معنونة 37 39 41 42. صباح ثالث وتشظى إلى 5 متواليات معنونة صفحة 50 51 57 61 64. ولغاية في نفس المؤلف من أجل التدليل على شغله الإشكالي أغفل الصباح الرابع وليدخل في متواليات الصباح الخامس الذي تشظى بدوره إلى 3 متواليات سردية معنونة صفحة 71 73 79. الفصل الثالث وعنوانه أثناء ساعة التأمل صفحة 83، ومن باب التشكيل قسمه إلى جزئين، حمل الجزء الأول عنوان قطمة 85 ل105، والجزء الثاني وعنوانه عرزان روي من خلاله حكاية الفتاة الواقفة وراء الباب تحت عنوان ادفع الباب صفحة 106 ل109. الفصل الرابع وعنوانه العهد الجديد صباحات من والي بن أزرق، وبعد المفتتح الذي اختاره من أقوال عبد الله بن المقفع يدخل إلى بنية الفصل من خلال ما قاله أنه مشروع رواية نص نسيم، وفيه 6 صباحات تشظى السرد في الصباح الأول إلى 5 متواليات سردية معنونة 119 121 124 128 131. أما الصباح الثاني توزع على 3 مستويات معنونة صفحة 135 137 140 في الوقت نفسه، توزع الصباح الثالث على 3 مستويات معنونة أيضا 145 146 150 151. أما الصباح الرابع فقد تناول رواية 4 متواليات معنونة 157 158 159 160، وفي الصباح الخامس 4 متواليات معنونة 167 169 171 172. أما الصباح السادس فقد لم الصباحات السابقة جميعها ليشكل المعنى العام لنهاية الرواية المفتوحة على احتمالات تنوع الرؤى. هذا التوزع وذلك التباين بين الفصول والمتواليات هو الذي شكل تجربة الروائي الذي يقول أنا أحمل تجريب شكلانية جديدة ومتطورة للرواية المعاصرة. وما عليكم أيها القراء والمقارئ سوى أن تشاركوني هذه اللعبة الشكلانية القائمة على تطوير آلية تناول السرد الذي من الممكن أن يضيف شيئاً جديداً يغني شكلانية الرواية الحديثة ويتحرك في فضاء التجريب. وبدوري أرى أنه تجريب فني واعي ومدروس، وعلى كل من يهم بقراءة هذه الرواية الإشكالية عليه أن يتسلح بالصبر ويحفز وعيه بالشكل الذي يكون نشيطاً متوثباً حتى يستطيع على الأقل تفكيك هذا التوزع لبناء النص على صفحات رقمية توزعت بدورها على 37 مفصلاً من مفاصل الرواية التي هي من أساس رواية صعبة وإشكالية، وأجمل ما في إشكالياتها. انتهى الوقت.
الاساس روايه صعبه واشكاليه، واجمل ما في اشكالياتها ذلك التدريب على قواعد اغراءات التدريب وذوايات الشكلاميه الفنيه المتطوره والمعاصره. انا حاولت اقرا بسرعه عشان الدكتور جابر، اشكركم. وكما استمعتم يستطيع الكاتب الروائي ان يشظي قصته الى ما لا نهايه، ثم نقول عنها انها روايه واشكال لا تنتهي ولا نهايه لها، نقول روايه. ولذلك يعني حبذا لو ان حضراتكم يكون عندكم وقت وترجعوا الى ترجمه فعل تفضل لإحدى الروايات الفرنسية، لكن المهم ليس الرواية المترجمة، المهم المقدمة النقدية التي كتبها فعل تفضل لهذه الرواية. سوف تشهد بكم رؤية جديدة ودائرة جديدة لأنها لم تكتشف حتى الآن. طبعا معنا كاتب كبير حضراتكم وهو الكاتب محمد ابراهيم طه، هو رجل من كتابات الروايه التجريبيه والتي يمكن ان تستوعب تفاصيل لا حصر لها دون ان نمل. بالعكس، كلما زادت الاوراق وزادت المشاهد استمتعنا اكثر بهذا الكاتب المتميز محمد ابراهيم طه. اسعد الله بصراحه بكل خير، شكرا للدكتور مدحت الكيار، وتحيه للقائمين والمنظمين لهذا المؤتمر الكبير الملتقى الروائي السابع الروايه في عصر المعلومات. احييهم ايضا على اختيار هذا العنوان الروايه في عصر المعلومات. أنا يعني لست ناقدا، و يعني الورقة اللي أنا أتكلم عنها ورقة انطباعية وحتى غير مكتوبة، بتناول مأزق الروائي بين المعلوماتية والالتزام بمعايير الكتابة الروائية. يعني هنلاحظ في السنوات الأخيرة الروايات التي بها جزء كبير من المعلوماتية أصبحت انتشرت وأعطت الرواية حجما ضخما، وأصبح هذه المعلومات بتفرض قيود على الكاتب الروائي. يعني على سبيل المثال المعلوماتية التاريخية، أنا أظن أنها بتفرض على الكاتب نمط من البناء الكلاسيكي للرواية. صعب قوي ان الكاتب يقدر، لانه بيبقى في مأزق ما بين الالتزام بمعايير الكتابه الروائيه المتعارف عليها، وايضا يعني ده عنوان كده لانه لا توجد معايير للكتابه، لكن اقصد المعايير التي تعرفنا عليها في كتابه الروايه. بيقع الروائي دائما في هذا المأزق، ويجبره ايضا الروايه المعلوماتيه على ان يلتزم ببناء كلاسيكي، ونادرا ما يخرج من هذا البناء، ونادرا ما يستطيع ان يجرب في الكتابه الروائيه التي بها جزء كبير من المعلومات. الورقه اللي انا بتكلم عنها لحضراتكم اليوم بتناول فيها روايتين فيهما معلومات المعلوماتيه التاريخيه، روايه بعنوان الاسيطه للكاتب المصري الروائي عادل سعد، وهو صحفي وروائي ويعمل او عمل مديرا لتحرير المصور، ويعمل مديرا لمركز الهلال للتراث. وعادل سعد له مجموعه قصصيه
بعنوان البابا مات، وله رواية بعنوان رمضان المسيحي، ثم هذه الرواية الثالثة وهي الأصيل. ثم أتناول الرواية الأخرى وهي رواية لاجئو بيشاور للفرنكفوني محمد طعام، هو طبيب وكاتب روائي لبناني يعيش في نيجيريا ويكتب بالفرنسية، وتعرض رواياته إلى اللغة العربية، وله ما يقرب من 10 روايات. منها معنا بالأمس على فكرة، منها رواية سيد بغداد، وآخرها رواية لاجئو بيشاور. الروايتين دول باين فيهم قوي المعلوماتية من العناوين، ولو ضفت رواية الأستاذة هدى البدري وهي نساء في بيتي أيضا، وهي رواية فيها جانب كثير من المعلوماتية، هنكتشف الملحوظة الأولى إن احنا إزاء عنوان لكتاب روايه وليس رواية. يعني رواية الأصيطة العنوان لا يدل على شيء أكثر من أنه هو هيقدم معلومات عن ساكني وقاطني محافظة أسيوط، ومعلومات عن هذه المحافظة في هذه الرواية. يعني مفيش عنوان أدبي مثلا رحلة الليل، مش عارف العنوان العناوين اللي هي الأدبية، لا. الأصيطة أيضا لا يوجد بشارة، يعني تشعر من العنوان انك انت امام كتاب تبع مركز الاقرار للدراسات الاستراتيجيه، ما تشعرش انك انت امام روايه. حتى العنوان اللي اخترته هدى البدري لرواياتها نساء في بيتي هو ايضا عنوان يميل اكثر الى انه كتاب مش روايه. يعني انا بشكر عصر المعلوماتيه لانه فتح الافاق امام الروايه لتكون بحق ديوان العصر، كي دون كل انواع فنون الكتابه. يعني الشعر لا يتسع لهذه المعلومات، القصه القصيره لا تتسع، المسرح لا يتسع، لا يعني يتقبل مثل هذه المعلومات. واي معلومات في الفيزياء، معلومات في الطاقه النوويه، معلومات تاريخيه، والروايه تقبل اي معلومه، والروايه تتسع لأي معلومة. وعلى فكرة الروايتين، رواية عادل سعد تقع في 353 صفحة وتتجاوز 60,000 كلمة، ورواية محمد طعام تتجاوز 100,000 كلمة وتأتي في 525 صفحة من القطع الكبير A4. وفي النهاية نحن أمام رواية، بما يؤكد على أن الرواية هي فعلا ديوان العصر. نلاحظ في الرواية المعلوماتية إن الكاتب عادة بينحي الجوانب الذاتية وينوي أن يكتب عن الآخر، ويقدم معلومات عن الآخر وللآخرين. يعني في رواية الأصيطة عادل سعد بيقدم لنا معلومات عن عالم أنا أظن أنني كنت أجهله، ولم يقدم فيها شيئا عن نفسه. محمد طعام في روايته قدم مشروع جديد خالص، يعني حاجه في يعني لاجئو بيشاور في باكستان وافغانستان، موضوع لا يعنيه هو شخصيا في شيء. وايضا يمكن ان نضع هذه سمه من سمات الروايه المعلوماتيه، ان هذا الكاتب الروائي بدا يتخلص كثيرا من الذاتيه، وبدا ينحو باتجاه الكتابه تجاه الاخر. يعني محمد طعام بيكتب، يبدو انه يكتب لقارئ غير عربي ويريد ان يفهم، فهو يعني موضوع الروايه يدور حول قضيه ما، ربما تتراجع معايير الكتابه وتتراجع الالتزام الروائي عند محمد طعام لان اهتمامه اكثر بالموضوع. عايز اقول ان روايه الاصيطه وعادل سعد عنده 60 سنه تقريبا في هذا الوقت، وهذه هي الروايه الثانيه له، لكنني ارى انها روايه تجريبيه بامتياز. عادل سعد يعتبر خرج بهذه الروايه من اطار الروايه التقليديه،
خد فتره تاريخيه تصل الى 200 سنه من عمر اسيوط، وقسم الروايه الى ثلاثه اقسام، وفتت الشخصيه الرئيسيه في الروايه اللي احنا اعتدنا عليها ان كل روايه لها شخصيه يمكن حضرتك تتذكرها على ان هو بطل هذه الروايه. احنا في روايه القصيده لا يوجد شخصيه رئيسيه، الروايه فيها اكثر من 70 او 80 شخصيه تاتي وتختفي، وليس مطلوب منك كقارئ ان تتذكر او تحتفظ بكل هذه الشخصيات، لكن كل هذه الشخصيات بتتراكم مع بعضها في نهايه الروايه لتكمل ما يعادل الشخصيه الرئيسيه اللي احنا كنا بنشوفها في الروايه التقليديه. انا سالت نفسي سؤال، كيف كتب عادل سعد هذه الروايه؟ كيف جمع شخصيات سيد قطب على خط الصعيد، على من ادعى ان هو المهدي المنتظر في اسيوط وقتل مسيحيين، على المعلم يعقوب بتاع ايام الثوره والحمله الفرنسيه، على شفيق ابو متولي او ابراهيم الحشاش، او حتى عزت حنفي المجرم الاخير بتاع الجزيره في اسيوط، على محمود حسن اسماعيل الشاعر، على جمال عبد الناصر، على كرم زهدي وناجح ابراهيم وشكري مصطفى وعمر عبد الرحمن بصفته كان استاذ في جامعه الازهر فرع اسيوط، على الاخوان مويصه اصحاب مصانع السكر. يعني كيف يتاح لكاتب ان يجمع مثل هذه الشخصيات وهذه الحكايات دون ان يستطرد ويجمعها في عالم روايه بين لفتي كتاب في 355 صفحه ثم تطلق عليه روايه؟ الشخصيات تفتتت، وقارئ هذه الروايه في النهايه لا يعنيه ولا يشعر بانه فقد شيء كبير، بل العكس، انت استمتعت بكثره هذه الشخصيات وتعددها لان بقي منها في النهايه ملامح لشخصيات يعني جعلتني اشعر ان عادل سعد نجح في تقديم شخصيات شخصيه الاسيطر، وجعلتني اشعر بان عنوانه الاسيطر هو عنوان ملائم جدا. تفتيت الشخصيه، المكان نفسه، المكان يعني يبدو انه ليس مكانا روائيا واحدا، الاحداث كلها تدور في محافظه اسيوط كلها، ربما المدينه لها النصيب الاكبر، ربما المدينه القديمه بمحلاتها القديمه واسواقها ومقاهيها بالاسم وشوارعها ومحطات سكك الحديد وشواطئ النيل وكوبري الابراهيميه، كل هذه الاشياء الاماكن الموجوده واماكن اخرى في المحافظه. انا بظن اذا انت فتت هذه الشخصيه ولم وفتت الحدث ولم يكن لديك حدث رئيسي، كيف تتحرك هذه الاحداث على مدار 200 سنه في الروايه عشان نقول عليها روايه؟ انا بقى اشعر ان الروايه المحرك لهذه الروايه كان الزمن والتاريخ، وكان هذه الاحداث تتوالى بعضها مع بعض في حركه وليده على مدار هذه الروايه. طيب كيف يعني كيف لعدسه هذا الروائي ان ترى هذا المشهد كله؟ يعني مشهد اللي هو عبر 200 سنه من تاريخ اسيوط، اللي انا اكتشفت انني لم اكن اعرف شيئا عن هذه المدينه التي كانت صنوا للقاهره، يعني لا تقل عن الاسكندريه، يعني كانت شهدت رجال الاعمال وشهدت تبشير المسيح وشهدت المدارس اللغات الاشهر في مصر بدات في اسيوط، وكانت الحداثه في هذا الوقت تمضي يوما بيوم مع القاهره بل ربما أكبر من ذلك. صعود الجماعات الإسلامية في أسيوط والمحاكمات، كل ده كتب ورصد هذا الرواية. المأزق كيف ترصد هذا العالم في 355 صفحة دون أن يفلت هذا العالم منك، ودون أن يشعر القارئ أنك أنت بتقدم كتاب صحفي، أو يعني أنت مش بتقدم رواية، لا، هذه الرواية مكتملة الأركان، عمل في بنية أو عمل في المنظور هذه الرواية الثلاث أقسام. القسم الأول تناول تاريخيا من 1807 تقريبا حتى 1952، التقط فيه اللقطة أو اعتمد فيه اللقطة البانورامية التي ترى المشهد
بالكامل، والتي يغيب فيها لما انت تشوف المشهد بالكامل بتغيب فيها التفاصيل الصغيره، يختفي فيها ويتلاشى السارد، ما بتحسش به في خلال الجزء الاول. بتجد حكايات، بتجد حكايات اقرب الى السرد التاريخي. ثم في القسم الثاني يقترب بفكره الكلوز اب على مدينه اسيوط الصغيره وشوارعها الحميمه، وبتشوف في هذا التوقيت شخصيات بتتحرك باسمائها وفي مقاهي شعبيه، وطرح حكايات قريبه من المنطق السلبي. ثم ياتي الجزء الثالث ليمزج ما بين هاتين الطريقتين، وهو بيسرد تاريخ الجامعات الاسلاميه في السبعينيات اللي احنا عرفناه، بيجمع لنا هذه المعلومات اللي احنا كنا نسيناها لان احنا سمعناها متفرقه، مراجعات الجامعات الاسلاميه، يقترب اكثر لاسر هذه الجامعات ويجيبهم من الداخل، بياتي احيانا بشهادات لهم. هو عادل سعد صحفي شاطر استعان بقائمه مراجع موجوده في نهايه الروايه من عمر المصور نفسها اكثر من 70 و 80 سنه، وقدم هذه المعلومات دي بشكل ماهر جدا، جعل من يقرا هذه الروايه يشعر انه امام روائي فز مش فاضل دقيقتين اثنين. روايه لجوء بشاور لمحمد طعام، الروايه تقع في 525 صفحه، مكتوبه عن ازمه يعني بدأ زمنيا من 1989 مع رحيل الجنود السوفيت عن افغانستان، والساحه خلت امام المجاهدين من جهه والجيش الافغاني من جهه اخرى، والمجاهدين طوقوا مدينه جلال اباد وكانت على وشك السقوط، ثم تليها كابول ليتسنى لهم الاستيلاء على الحكم، لكن المخابرات الامريكيه امتنعت عنهم ومنعت عنهم المعونه بحجج انهم بيعملوا مذابح او بيتاجروا بالمخدرات، وفتحت الباب مع مخابرات سعوديه وباكستانيه لفتح قربهم المذهب او الدعوه الوهابيه كما حدثت قبل 200 سنه بين محمد بن عبد الوهاب وابن سعود، حيث اقترن السيف مع الدين وخرج اسامه بن لادن، وظهر تنظيم القاعده، وظهر في نفس الوقت تنظيم طالبان والمولى عمر، ودخلت افغانستان في معمعه على ان امريكا بترفض قيام دوله اسلاميه مش في افغانستان بس، ده اغتالوا ضياء الحق في طائره، في حادث طائره مدمر، لانه كان اعلن عن نيته في اقامه دوله اسلاميه تقيم الشريعه في باكستان. عايز اتناول الروايه بتتناول هذا العالم، لكن محمد طعام في هذه الروايه كان عنده شخصيات باهته وقليله في هذه الروايه لا تتحمل هذا البناء او هذه المعلومات الضخمه. هو كان حريص على تقديم المعلومات الروائيه، فطالت عنده مثلا حوارات، مش معقول انا شخصيه من الروايه بتتكلم عشان يشرح لي في نص صفحه موقف ما بين انت دلوقتي يا محمد. طب دقيقه واحده، ده بقالك ربع ساعه تقول لي دقيقه واحده. طيب السرد عن محمد طعام كان كروايه كلاسيكيه خالص من البدايه، وهو مجبر طبعا على كده لان الاحداث بتتحرك الى الامام، حتى الفلاش باك التقنيات السرديه فقيره، لما يعود للخلف بيعود الى التاريخ الخام عشان يجيب لي تاريخ محمد بن عبد الوهاب او تاريخ اسامه بن لادن او تاريخ عبد الله عزام ويرصه، فكان مخلص اكثر للفكره منه الى التقنيات الروائيه، ولكنها في النهايه كانت روايه معلوماتيه وبديعه. انا اؤكد مره ثانيه على ان المعلوماتيه او الروايه في العصر المعلوماتيه فتحت الباب امام فرصه ان تكون الروايه هي ديوان العصر القادم. بشكر حضراتكم. ممكن بس لما اسم الروايه محمد طعام الروايه لاجئه بشاور، لاجئه بشاور. الحقيقه الاستاذ طعام كان معنا المؤتمر فتره طويله، واخر روايه كتبها عن العراق سيد فلسطين. طبعا لديه مشكل بسيط جدا انه يكتب بالفرنسيه، لكن احيانا يحول النص الفرنسي الى نص عربي دون ان نشعر بازمه
نقل اللغه بين حضاره او متكون. على اي حال المتحدث الاخير في هذه الجلسه المتحدث الاخير لم ياتي بعد وكان من حظ الاستاذ محمد. طيب الان بعد ان انتهينا من هذه الكلمات وهذه الاداءات المختلفه والمتعدده التي جعلتني سعيدا انه كل متحدث يفتح بابا او شباكا على الروايه نرى مشهدا جديدا ونرى نص جديد وصوره جديده. طبعا اهم ما يميز اي جلسه المناقشه، فنريد ان نستمع الى مناقشات حاده بشرط لا يزيد المتحدث على دقيقتين. شكرا للاستاذ الدكتور محمد خيار، وابدا ملاحظة واحدة مركزة على الغاب مفهوم الغاب أو السابق أو الحكوات. هذه حائك الكلام، حائك الكلام، هذا حائك الكلام ورد في العقد الفريد لابن عبد الرب الأندلسي، وفيه حكاية وقصة يمكن الوقت ما يسمح أن نرويها. هو الذي اعتمده الجاحظ ايضا واطلق على الادب هو نوع من النسج من الكلام المنسوج. ووجدنا هذا الراي وهذا المصطلح له جذور عريقه جدا يصف افلاطون السبسطائيين بانهم اصحاب مهنه الراي. ونجد هايدغر ايضا يسمي النص نسيج مجموع ولا وهكذا. انا تتبعت هذا المصطلح او هذا المفهوم وانجزت كتابا فيه الان تحت الطرف. حائك الكلام هو هو اشبه بهرمس في المنطقة وصول الالهه الى البشر. كل الانبياء ورسلهم يوحيكون كلام الله او كلام الالهه بشكل تعاليم الى البشر. الوسيط بين حائك الكلام وبين القارئ هو الراوي والسائق. لو امعنا النظر في شهرزاد لم تكن معاويه وانما كانت حائك الكلام. شكرا. شكرا. يعني يا ريت حضراتكم بتعقيبات تكون مكثفه على ورقه محدده بحيث ننتهي بسرعه، لانه لو فتحنا الكلام كل واحد منا لديه اطروحات وكتب ومعلقات. معلش بس الناس اللي حاجزين الكلام نبدا بيها. حضرتك عرفي نفسك. انا من الاعلام الجزائر. اشكر الاساتذه الافاضل على هذه المحاضرات، وسجلت ملاحظة فيها بعض الأسئلة لربما كل الأساتذة الأفاضل الذين تكلموا في هذه المحاضرات. والسؤال المطروح هو هل يجب أن نتكئ على ما كتب منذ 100 سنة ونيف كالاتكاء على الشكلاني للروس وعلى بختين وعلى ألان روبغريي في الرواية الجديدة لكي نتحدث عن الرواية العربية بعد التسعينيات؟ والرواية العربية في العصر الحاضر هي رواية تتجاوز هذه الطروحات التقنية في دراسة الرواية، خاصة وأن هناك إشكالات أخرى تطرحها الرواية العربية مرتبطة بانقلاب وانفلات متخيلها بعلاقتها بالهوية بالكينونة التحولات السوسيوثقافية والحضارية التي يعيشها العالم العربي، الموقف من الآخر، الموقف من الذاكرة التاريخية، الميتا سرد التاريخي وغيرها من الإشكالات
المصيريه المرتبطه بما يسمى ما بعد الحداثه، بمعنى ان الروايه العربيه الان هي روايه مختلفه عن ما تم طرحه منذ قرن من الزمان في اوروبا، وكلها التي ذكرها الاساتذه سواء الشكلاني للروس او التعدد الصوتي عند باختين او الروايه الجديده كما طرحها على رودري وعلى لاكاري صاروخ وغيرهم من رواد الروايه الجديده، هي امور تقنيه قد لا يعني تكفي لمقاربه هذا المتخيل المنفرد الاشكالي في الروايه العربيه. والسؤال المطروح، لماذا لا نستأنف ما كتبه نقادنا العرب؟ واذكر هنا مثال واحد فقط وهو الاستاذ فيصل دراج، وقد طرح طروحات يعني من اروع ما يكون في مجال دراسه الروايه العربيه في علاقتها بالواقع العربي، لكي نخترع نحن توصيفاتنا لهذه الروايه التي لها شخصيتها الخاصه وهي الروايه العربيه بكل اشكاليتها، والا سوف نقع في يعني ما قبل نجيب محفوظ، وهذه اشكاليه مهمه جدا. ولذلك نسالكم هذا السؤال في ظل هذا التشظي الذي تحدث عنه الاستاذ الاخير عندما كان يتحدث عن الروايه العربيه المنفلته المتشظيه، هل يمكن ان نعينها بطروحات ما قبل الروايه؟ شكرا جزيلا. تفضل. واحد من مليوم عدروس من السودان. بالنسبة للأستاذ الدكتور بشارة عزبت، منزي هي شخصية حقيقية كتب عنها من قبل يوسف إدريس مقالا قصيرا في إحدى الصحف. هل من حق الكاتب تدنيس عمله؟ هذا ما فعله الطيب صالح في مناقشة مع الأستاذ الدكتور عبد الله حمد الله الذي تعامل مع المنزي باعتبارها رواية. الطيب صالح قال له هذا شخص يعرفه وهذه وقائع حدثت وكتبتها وهي جزء من السيرة الذاتية أو السيرة الطيب صالح. فمنزي تضم جوانب أو عناصر سردية تدفع بها إلى مقام الرواية، ولكنها ليست رواية، هي سيرة روائية لشخص محدد وظفه الطيب صالح كما تفضلت الدكتورة لعرض القضايا العربية كما عرضت في المحاضرة في أكسفورد عن الصراع العربي الصهيوني وغير ذلك. فالحدود بين السيرة الذاتية والرواية هي فيها نوع من التداخل، وكثير من الروايات تعبر عن سيرة ذاتية بشكل ما أو الكاتب يستفيد منها. ونفس هذا العمل منسي تحول الى مسلسل اذاعي في الاذاعه السودانيه. شكرا. شكرا. حنبدا بقى بالاستاذ الغربي وبعدين الدكتور عزوز، بعدين ننزل بقى هنا. شكرا لكم. اختلط علي الامر بالنسبه للاستاذه عزه في مساله ان الكاتب يحلم قبل ان يكتب. أنا بكتب وما بقدرش أحلم إلا بالليل لما أنام. فعاوز هذه الطريقة أكون أحلم، يعني ما أتخيلش. أنت عملتي في خيال، كانت ممكن يتخيل ممكن يحلم. فالعملية دي مسألة إن أحلم بالشخصيات، أنا بتخيل بس، دي عاوزة نوع من التطبيق. ثم بقول الخيال من الواقع وليس الواقع المتخيل. مش فاهم يعني حاجتين ولا هي حاجة واحدة؟ الأستاذ محمد إبراهيم طه دائما التجريب يقود للتجويد، وأنا أقرأ مثل ما قرأت أنت هذه الروايات فأجد بأن الرواية يثقلها كتابها بالمعلوماتية. أنا عندما أقرأ رواية لا أريد معلوماتية، المعلوماتية لها كتبها لها مصادرها. أنا عاوز الرواية اللي فيها التشويق واللي فيها الدهشة واللي فيها الذات واللي فيها الإنسان الكاتب يورينا فنه، لكن أن يتحول. يعني أنت بتقول مش عارف هل هذه هي حاجة جيدة ولا
بطالة اللي هي 70-80 مقارب 100 شخصية. هل استطاع الكاتب أن يلم بجميع خيوطها ولا بس أنا أجيب واحد واحد؟ طيب وبعدين؟ يعني أنا لما أدخل رواية وزي بنتكلم عن الطيب صالح وبنتكلم عن شخصية الطيب صالح في موسم الهجرة إلى أو روايات نجيب محمود أو أي رواية، تتحول الشخصية في عقلية المتلقي إلى أيقونة، تتحول إلى شيء لا ينسى. عندما يكون في 70-80 شخصية جوا، أنا مش عارف فين حروح أنا والكاتب هذا. الرواية التاريخية معروفة وكتب مزون لأن تاريخ الطغاة ولا يكتب إلا المنتصر، وماذا سيكتب المنتصر غير أشياء لماعة لصالحه؟ فهل هذه النماذج اللي أتيت بها بتجود أو بتقدم الدهشة، بتقدم التشويق، ولا هي عبارة عن يعني حاشو وتحمل القارئ عبث؟ مش عارف. شكرا لك. شكرا دكتور عزيز. تحياتي لحضرتك دكتور نارس دكتور مدحت وهذه الوجود والضاء. طبعا هذا المؤتمر الناجح الذي يقرر وجهات النظر حول الرواية وحول التداخل للأجناس الأدبية هو شيء يسعد النفس. أخوكم دكتور عزوز علي إسماعيل ناقد أدبي. هناك تعقيب وسؤال لدكتور محمد طه وأيضا للأستاذ فرج. في دقيقتين حاضر. وجاي من جوا مصر. لا أعتذر عن هذه الأستاذ محمد من سؤال، بس عن خطاب العتباتي لدكتور محمد طه لما تحدث عن الأصيدة وذكر العنوان. يعني هو طبعا ده عنوان انا وضحته في المعجم بتاعي المعجم مفسر احداث النصوص ضمن العناوين الاسميه لكلمه واحده، وكلما كان عنوانه قليل الكلمات كلما كان قويا، الايام طه حسين الحرام يوسف ادريس الارض وهكذا. السؤال دكتور محمد، هل العنوان غير متماشي تماما مع العمل كناحيه فنيه؟ يعني دكتور رضا عاشور قبل كده في قطعه من اوروبا الألوان كان متماشي مع نصف الرواية في الصف فقط، لكن النصف الآخر اتجاه تاني. أستاذ فرج وحديثه عن الشكلانية، طبعا الشكلانية الروسية والتي بدأت مع انبعاث الكلمة المقالة الكبيرة لشكلوفسكي سنة 1914 وما تداها وظهور الشعريات والخطاب، هل هناك خطاب في معظم هذه الروايات التي ذكرتها حضرتك يدل على رمزية الأعمال اللي حضرتك قلتها؟ وشكرا جزيلا. شكرا. هنبدأ بقى هنا بس هنبدأ بالحجز. الأستاذ أحمد الأول وبعدين الأستاذ محمد. خلاص اتفضل الأستاذ محمد. هنحل بيكم. تحية للمنصة وشكرا للأصدقاء على المنصة وكل الأبحاث فيها جهد واضح يعني. أنا هقتصر في المداخلة بتاعتي مع صديق الدكتور محمد بهيم طه. هو قال معظم الأجناس الأدبية الأخرى لا تستوعب المعلومات سوى الرواية فقط، الرواية الوحيدة. لكن أنا بقول لك يا دكتور محمد، والكلام ده مش جديد، من أكثر من 100 سنة محمد تيمور له مسرحية اسمها حديث دقة، ما كانش كملها، هو بدأ من يكملها، كتب فصلين وفي الثالث المنتصف الثالث كان توفى وجوه. وهي عرضت مسابقة ما وأنا أكملت هذه المسرحية بالمصادفة ونشرتها في جريدة مسرحة. الشخصية الرئيسية في المسرحية شاب يبحث عن عروس يعني، فبيتقدم لبنت عمه منافسه أحد الشباب الأتراك ابن أحد الأوقات طبعا قبل السنة بفترة طويلة يعني. هو الشاب لا يملك سوى مكتبة، وهو شاب فقير ومدمن قراءة يعني بتاع معلومات يعني، فلا ليس معه ما يقدمه للعروس سواء يقعد معاهم مع الاسره مثلا، حد يتكلم عن دواء معين فيبدا يشرح تاريخ هذا الدواء لان له معلومات عن هذا الدواء، حد يتكلم عن حادثه ثلاثيه فيبدا يتكلم عنها، فيقدم معلومات المسرحيه كلها تقريبا لا ما يقدمش سوى معلومات فقط حسب ظروف الحوار المسرحي الموجود يعني. فاعتقد ان المسرح هذا ممكن، واعتقد في مسرحيات اخرى كثيره يعني ليست الروايه فقط ممكن تفوز المسرح، أو لأن الشعر مسألة صعبة على الشعر والرواية مسألة صعبة على القصة القصيرة. شكرا. شكرا. تفضل يا كابتن.
السلام عليكم، تحية طيبة للمنصة الكريمة وشكرا جزيلا لهذه الاطروحات الرائعة التي افادتنا في مجال الرواية. مبدئيا احب ان ابدي مدى اعجابي بما طرحته الدكتورة عزة بدر في وجهة نظرها في روايتي الطيب صالح. وجهة النظر المرحلية لما شكلته كل رواية في المرحلة في فكر وتطور في تطور فكر طيب صالح وكأنهما متكاملين مع بعضهما البعض. ثانيا بالنسبة للدكتور محمد طه راقني كثيرا ايضا فكرة التفتيت التي قبض عليها في ادب الصحفي الكتيب محمد سعد لانني قد قرأت له ونقدت كتابة رمضان رواية رمضان المسيحي ولمست ما لمسه الدكتور الفاضل فيها. اريد ان اشير فقط لان فكرة التفتيت في الرواية وتوزيع البطولة على اعضاء الرواية وعلى ابطال الرواية هي مهمة جدا، ربما لفتت الادب الغربي الان وترجمتها السينما في صورة قتل فكرة البطل الواحد والسوبر هيرو وتوزيع هذه المهام على مجموعة من الابطال. من المهم ايضا تطبيق هذه الفكرة في الشرق الاوسط على المستوى الورقي الروائي ثم الارتفاع بها في فن السينما. سؤالي الأخير فقط أريد أن أسأل دكتور محمد طه لو شاء لنا أن يوجد المعلوماتية في الميزان داخل الرواية، مقاوماتها وسماتها ومتى تكون مع الرواية ومتى تكون ضد. سؤالي الأخير لدكتور إكرامي رقاني كثيرا ما طرحته في خصوص تعدد الأصوات لأني تناولت ذلك من قبل وأنا معنية به، فقط أريد وجدت تداخلا كبيرا بين فكرة بين تعريف ما اسمه الدكتور ياسين حائج الكلام وبين الراوي العليم والراوي المشارك، ففضلا أريد تعريفا دقيقا لتلك المصطلحات وأيضا التفرقة ما بين تعدد الأصوات وتعدد الضمائر داخل الرواية. شكرا جزيلا. شكرا. آخر متحدث من هنا عشان ننتقل بعد كده لورا يعني. أمين زاوي من الجزائر. أنا أقول شكرا لهذه الجلسة اللطيفة وشكرا للمداخلات المتميزة. اسمحوا لي أن أعمل ملاحظتين فقط ويشترك في الملاحظة كل من الدكتور عزة ومحمد إبراهيم طه وفرج جاهد. أن هذه النقطة تتناول بالأساس هذه الأوراق ثلاث هي أوراق تطبيقية وتتحدث أساساً عن مسألة المضمون ومسألة الشخصيات وتعالق الشخصيات وعلاقتها بالمجتمع إلى غير ذلك. فأعتقد أن هذه الورق الأوراق الثلاث كان في رأيي أنا ما كنت أنتظر مع المجهود الكبير جدا والاحترام الكبير لهذه الاوراق، ولكن ما كنت انتظر كيف يمكن ربط هذه المقاربات المضمونيه بهاجس الاعلاماتي اللي هو موضوع، يعني كيف اثرت هذه الاعلاماتيه او المعلوماتيه في فلسفه الكتابه، في انشاء خطاب عن شخصيه او خطاب لشخصيه، في علاقه السرد كبناء جمالي الى غير ذلك. اعتقد ان اما ما سمعته وهو مجهود مره اخرى مجهود كبير جدا واستفدت، ولكن يبدو لي انه يدخل في اطار تطبيقي مدرسي لتفسير روايه ما. النقطه الثانيه وهي ما اشارت اليه الدكتور عزه وعلق عليه الاستاذ مجدوب عيدروسي هو مساله العلاقه ما بين السيره الذاتيه والروايه. أنا أعتقد بأن كل ما كان الكاتب أو الروائي صادق فهو يقترب من السيرة الذاتية، كل ما كان حساس وقلمه ناضج كما يقول للمجتمع فهو يقترب من السيرة الذاتية. إذن حتى عندما نقول هذا المنسي هو شخصية حقيقية، فأنا أعرف كثير من الروائيين الذين كتبوا شخصيات متخيلة ورفعت عنهم دعوة بأن هذه الشخصيات هي حقيقية، وأعرف كثير من أصدقائي الروائيين الذين وجدوا أنفسهم في المحاكم بحجة أن هذه الشخصية هي حقيقية. بالتالي أن الصدق في الكتابة
والرؤية العميقة للمجتمع تقرب كثيرا ما بين السيرة الذاتية والخطاب الاجتماعي الأدبي. وشكرا. شكرا جزيلا. آخر المتحدثين من هذه الدائرة صفاء المكرم. أنا سؤالي يعني قد يكون سؤال يرجع بينا لنقطة البدايات عن فكرة الأنواع، يعني أنا هل الرواية اللي بتستخدم المعلومات هل مجرد إن الكاتب يكتب عليها أنها رواية هي تصبح يتفق الجميع على أنها رواية، أم أنها مجرد تطوير وتحسين لفكرة التقرير الصحفي أو التغطية التاريخية، خاصة إن فكرة الإبهار أحيانا في الروايات التي تستخدم المعلوماتية وخاصة المعلوماتية التاريخية بتأتي من ذكر معلومات غير متوفرة، يعني المعلومات التاريخية غير الرسمية، الاعتماد على المعلومات التاريخية متعددة المصادر غير الرسمية، فبالتالي بيبقى في هناك نوع من الانبهار، نوع من الإعجاب بالمعلومات التي لا أعرفها وليست المعلومات التقليدية. لكن هل أنا قريت رواية عادل سعد وأنا حسيت إنه لا أتذكر بعد قراءتي ليها وأنا أقدرها، لكن بتطرح عندي سؤال، هل هي رواية فعلا ولا هو نوع من أنواع التجويد للتقارير الصحفية اللي عادل سعد بطبيعة الحال هو كاتب صحفي ماهر فيها، لأنه لا توجد بالنسبة لي، لا أتذكر شخصية واحدة ولا توجد شخصية تتفاعل مع الأحداث، هو يستخدم أشياء موجودة من خلال المجلات ومن خلال يعني الأحداث والروايات الشفهية التاريخية، فبالتالي ده بيطرح عندي أنا سؤال، هل دي رواية ولا مش رواية؟ ولا هي فكرة إن احنا نسأل دي رواية ولا مش رواية خلصت كمان؟ فده سؤالي عن فكرة النوع وفكرة المعايير اللي تحكم، ده عمل روائي ولا تقرير صحفي ولا إيه؟ شكرا للروائية صفاء المكار. والمعروف انه الكاتب الذي يسيطر على المادة الروائية فتخرج الرواية في هذا الشكل. طبعا انا لا انصح ان الكاتب يسيطر على كل حاجة، تسيب حاجة تمشي لوحدها كده عشان تدي براءة ودهشة. طيب هنستمع الى الاخت العزيزة. الرب المايك عليك. أولا شكرا على هذه الجلسة وشكرا لجميع المتحدثين. أعتقد بأنه الدكتور محمد إبراهيم طه لم يكن حق الروائيات اللواتي كتبنا عن التاريخ، ولم تشير إلى أي واحدة منهن، مع أن هناك عدد كبير من الروائيات اللواتي تصدينا بالتاريخ دون أن يقع أي منهم أو أي منهن في شرك المعلوماتية المتوفرة الآن بشكل، لكن إغواء التاريخ عادة مرعب جدا للكاتب عندما يبدأ في كتابة الرواية التاريخية، يجد أمامه العديد من المسكوت عنه خاصة في الوثائق التاريخية مما سكت عنه الكتاب التاريخ الذي يكتب لصالح الحاكم أو لصالح المنتصر أو لصالح الغالب أو حتى كتبة السلطان. هؤلاء يعني وجدنا أن عددا هائلا من الكاتبات كتبنا عن التاريخ، وبعض هذه الروايات مثل روايتي أنا ترعني والغواية عن مدينة القدس أخذت جائزتين، جائزة الدولة التقديرية في فلسطين وأيضا جائزة أحسن رواية عن القدس. لم أقع في شرك التاريخ وكان التاريخ إغواء فظيع أمامي، لأنه لكن هل تستطيع أن تحرك هؤلاء الشخصيات جميعا في الأحداث التاريخية؟ هناك حقائق تاريخية لا أستطيع أن أغيرها، كأن يكون هناك شخصية تاريخية معروفة مثلا في تاريخ القدس أو جاسوسة إسرائيلية في تاريخ القدس وعلاقتها بالعثمانيين، هذه وظفنا لها الوثائق التاريخية من الأرشيف العثماني. آخر رواية لي هي عن أفغانستان، يعني حضرتك ذكرت أن هناك كتاب يكتبون عن أفغانستان، هناك إغواء أحيانا. هو بدأ بالسؤال أنه البخاري ومسلم، ما هي الباك جراوند، ما هي الخلفية التي جاء
حتى أصبح الاجتهاد الديني بهذا التعصب المؤثر إلى الآن. فإذا تستطيع أنت أن توظف التاريخ لصالح الشخصيات ولا يطغى التاريخ على الشخصيات. شكرا. تفضل حضرتك. أيوة رجعي لي بس سيد الرئيس انت مارس من تغيير العيادي في الدوائر وبرضه تستطيع ان يكون خيرا. هنستمع كده وبعدين هنرجع بقى للاستاذ علي دروس وبجواره الكاتبه الكبيره. اتفضل يا حضرتك. السلام عليكم. بس خلي بالكم قدامنا 10 دقائق والجلسه كلها تخلص. السلام عليكم. سعيدة كليل من الجزائر. وسؤالي طبعا أشكر الجميع على هذه المحاضرات، وسؤالي سيخص الدكتور الذي أحاضر في الأخير. أسأله ما هي المرتكزات العلمية للحكم على أن الرواية يمكنها أن تنفتح على كل شيء مقارنة بالمسرح وبالقصة بغير هذه الأجناس؟ هذا السؤال الثاني. ورد في المحاضرات كذلك الأسئلة خلط بين المعلومات انفورماسيون اي انفورماتيك المعلوماتية، هناك فرق شاسع بينهما، ولا بد من تحديد هذا الفرق في التعامل مع مصدر المعلومة في التوظيف الروائي. السؤال الأخير، أيمكن أن نجزم أستاذي الفاضل بفكرة انفلات الكتابة الروائية عن معاييرها اليوم؟ عندها يمكن لكل إنسان أن يصبح روائي، ثم ماذا عن الإبداعية؟ وارتباط إسرائيل يتجاوز الإبداع إلى الإبداعية اليوم. ألسنا بحاجة اليوم في مثل هذه المؤتمرات أن نتكلم عن معايير مضبوطة للكتابة الروائية وخاصة الإبداعية في الكتابة الروائية في زمن المعلومات؟ وشكرا. شكرا. وصل على دروس. شكراً سيد رئيس على عدالتك لمجالي في هذه القاعة في الدوائر التي طبعاً في حال أعطيت للأسماء وغيرت الأسماء. كنت أتمنى أن تكون هناك بارتين مستوز بين امرأة ورجل على الأقل، يعني كي نكون شكليين محترمين جدا. شكرا لك سيد الرئيس، أحترمك صديق والدكتور محمد حسن جيار. أنا فقط أريد أن أسجل من صوت المغرب الذي عربي من المغرب كاتبة وروائية أن التجربتين التي نتحدث عنها بإسهاب في هذا المؤتمر يتعلق الأمر بالكتابة الإبداعية الروائية والتجربة النقدية. هذه الثنائية كما نفهمها في شمال إفريقيا بين المشرق هناك نوع من المفارقة، يعني نحن نفهم الإبداع أنه الأصل، يعني التجربة الأولى التي لا تفكر في الميكانيزمات بقدر ما تفكر في المخارج في الكتابة. التوظيف يأتي بطبيعة الحال من نوع من التفاعل أو يعني نوع من التناص بين ما يكتب وبين الواقع وبين منظومة متكاملة تتيح للمبدع ذلك المخاض الذي يؤدي به إلى كتابة نص سردي روائي أو قصصي، ولكن النقد يأتي فيما بعد. فأنا ككاتبة يزعجني كثيرا أن أفكر في الميكانيزمات في الكتابة، هذا يحد من حريتي في الكتابة ويحد من نفسي في التفاعل. وفي هذا الصدد استمعت إلى روائي محمد برلين طه، وصدفة أنا وجدت روايته وقرأت استطلعت على المقطع الافتتاحي. هو كناقد وكقارئ غير الروائي، أنا شدني كثيرا المقطع الافتتاحي الذي يغوص ليس في التقنية بل في الإبداع، ولكن عندما يتحدث أجده يعني فاعل آخر ينتمي إلى فضاء آخر، ربما يمارس ثقافته في البحث عن ميكانيزمات وتقنيات تتعلق كذلك بالفضاءات التي يمكن أن يجول فيها، ولكن عندما يكتب شيء آخر وهذا هو الإبداع. الإبداع أرحب
بكثير، هو كما أشار أستاذ أبي الزاوي والصدق، كيف أتفاعل أنا مع منظومات مختلفة بما في ذلك منظومة الحياة. فالكتابة أرحب من النقد، ولهذا على النقد أن لا يسجن الكتابة وأن لا يسجن المبدع، عليه أن ينصت إلى النص، إلى صوت المبدع. شكرا. شكرا جزيلا. بس هنأخذ كده الأستاذة دي بعد حضرتك. الأستاذة بس اللي جنبك الأول. خلاص اتفضل حضرتك. السلام عليكم. الشكر للأوراق والتقدير للدكتورة عزة بدر. أنا محمد خلف الله. على الجهد الرائع في قراءة العمل الأدبي، أنا أسميه العمل الأدبي أيضاً، للطريق صالح منسي. طبعاً الرواية أصبحت توظف السيرة الذاتية أو عنصر من عناصرها في المتخيل الروائي، مع من مشابهة بين الشخصية الروائية والشخص في الحياة. أنا عملت مقارنة بين عملين في الورقة اللي قدمتها عن خلوة الغلبان وعن منسي أيضا، وطرحت ذات التساؤل يعني عن إنه هل هي رواية أم سيرة ذاتية أم تداخل بين الرواية والسيرة الذاتية. أنا عايز أصدق بها إنه يعني أنا تعاملت معه كأعمال أدبية. أنا شايف جابر عصفور تكلم عن خلوة الغلبان باعتبار رواية، رغم إنه هو كاتب من أدب السيرة. المهم انهم هم الاثنين استطاعا ان يوظفا يعني تقنيات الكتابه وقدموا اعمال ادبيه لا تستطيع الا ان تقف وتحدد يعني التمييز، وانت بتحتار في انها هل هي روايه هل هي سيرة ذاتية، هل هي تداخل بين السيرة والرواية. شكرا. شكرا. المتحدثة الأخيرة عشان نخرج بعد كده للمتحدث الأخير. تفضلي. هويت عبد العزيز البيوتي، ناقدة أدبية. الرواية العربية أثبتت ذاتها من خلال المبدعين الشباب والثقافة وروايات سمعناها النهارده، لاحظنا انها بتتوالى في السرديات والمتواليات في جميع الصفحات الرقميه في جميع الصفحات، والان نرى عظماء في الادب زي الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم طه. فهو اتفضلي. المهم ان احنا دلوقتي بالنسبه للابداع الادبي والحركة الشبابية والأسلوب السردي ممتاز، ورواية حمام الضلع عجبتني كتير، هي من الفن التجريدي وهي رواية صادقة وواضحة وممتازة جدا، وأتقدم بالتهنئة والشكر لحضرتك. شكرا جزيلا. نعم. ننتقل بقى، تفضل صوت الإسكندرية، تفضل. بالنسبة لمداخلة الدكتورة عزة بدر لشخصية منسي في روايته سيرته الذاتية لمنسي، طبعا احنا عارفين ان العالم الروائي لطالب صالح له تأثير كبير جدا على الرواية العربية، على الرغم من انه هو كاتب مقل في الإبداع. انا لما سمعت المداخلة عن حضرتك يعني حالتني كده قصة قصيرة كتبها لطالب صالح في مرحلة الستينيات ونشرت مرتين، نشرت أول ما نشرت في مجلة في لبنان، وهي مكونة من ست مقاطع قصيرة جدا، هي قصة قصيرة مكونة من ست مقاطع قصيرة، وأعيد نشرها في مجلة الهلال بعد حذف مقطع واحد منها. القارئ لهذه القصة القصيرة المقسمة إلى ست مقاطع يشعر بأنها شخصية ابن طيب صالح أثناء تحوله من السودان للدراسة في لندن. في هذه الفترة الشخصيات اللي ذكرها طيب صالح في هذه القصة القصيرة وفي هذه المقاطع تيجي محالة إلى كل العالم الروائي الخاص بيه، لأن أنا بعتبر إن عالم الروائي فيه
شيء من الاواني المستفرقه من القاع المتشابه، ولكنه يخرج باشكال مختلفه. فانك بس مصطفى سعيد موسم الهجره في الشمال، او الراوي في دومه واد حامد، او روس الزين، بلاقي من هذه القصه القصيره التي نشرت في البدايه في بداياته الاولين وبواكيره كلها موجوده. السؤال بقى هنا بالنسبه لشخصيه منزل، حضرتك اشرت الى ان شخصيه منزل اما ان تكون شخصيه حقيقيه او شخصيه غيريه، يعني سيره غيريه. طبعا احنا عايزين نرسي على وضع اقل يعني من هذه من ناحيتين. شكرا. اتفضل. ما بنتهزه يعني برضه للدكتور محمد الله يرحمه، هو اكبر اسم ذكر النهارده يعني اكثر برضه اكثر من مره. احنا هنعمل المؤتمر القادم عن محمد ابراهيم. لا هو النهارده اكثر فعلا من كانت سريه، واختار عملين اللي هي من الصعوبه المكان اقراهم قارئ يعني غير محترف. انا بخليتي بالنسبه للقصايد قريتها طبعا بشده. انا طرح حضرتك يعني الجزء الاول اقوى من الجزئين التانيين، وانفلات الشخصيات منه الحقيقه اصبح مش 70 بعد كده 200 300، يعني في كل سطر كان بيصدر شخصيه جديده يعني كل يضيف ويضيف. وتاريخ القبيله العربيه بالذات الاسيوط والشمال والشرق وشرق النيل وغرب النيل والشعوذه والدجل والى ما الى ترى ان هنا كان في افراط شديد جدا، وهل في قارئ يستطيع ان هو يستوعب فوق ال 200 300 اسم عالمي؟ شكرا. شكرا يا استاذ هشام. على فكره نظرا لحداوه الاداءات والكلام الجميل اللي سمعناه انتهى الوقت هذه الجلسه. وانا الوقت للرجوع. انا كل سنه وانتم طيبين.